أهلا مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، أقيم أمس في مؤسسة الفن النقي معرض فني تشكيلي، واحتوى المعرض على 10 أنواع من الفنون المختلفة. كان من بينها الفن التشكيلي، التصوير الضوئي، صناعة الأفلام، الرسم على الجدران، وفن الكاريكاتير وغيره من الفنون البصرية. وطبعا مشاهدينا، كاميرا سيدتي كانت هناك، وأكيد التفاصيل في التقرير التالي. في معرض الفن النقي بالرياض صالة مهارات للفن التشكيلي، حيث استقطب فنانون من داخل المملكة وخارجها. المعرض طبعا هذا يعتبر في سلسلة بيهانس، يعتبر السادس حول العالم. اللقاء طبعا يصير مرة واحدة في أسبوع واحد، يصير طبعا مرتين كل سنة مو مرة واحدة. طبيعة بيهانس أنه يجمع فنانين من عدة فنون، ما هو من فن واحد، تصوير، الرسم، التصميم الجرافيك بشكل عام، الكاليغرافي، التايبوغرافي، الفاشن، الواير ارتس، الديجيتال ارتس اند سو اون، كل الفنون اللي تتبع التصميم او تتبع فن الكرييتيف سايدز. بالنسبه للسبيكرز هالمره، على غير كل مره حبينا انه احنا نختارهم سلكتيف. هذول الفنانين دائما نحرص انه يكونوا معروفين نوعا ما، لهم قيمة سوقية معينة، مشهورين، لهم أعمال مميزة عن غيرهم. حتى لو كان العمل أو الكاتيجوري اللي هم مهتمين فيه معروف، لكن هو الشخص هذا عنده إمكانيات مختلفة عن غيره. وبنفس الوقت يعني إحنا حرصنا كثير على أنه تكون الفنون مختلفة. سبيكرز ما هم كلهم متجهين فن معين، لا، فنون مختلفة. المعرض على العديد من أنواع الفنون التشكيلية، منها منحوتات وصور فوتوغرافية ولوحات بالخط العربي. جاتنا دعوة على أساس نكون أحد المتحدثين والعارضين في هذا المجال. طبعا أنا بحكم أني عشت في جدة تقريبا 5 سنين من عمري، ولي في الوسط السعودي يعني من ناحية الأعمال الفنية والخط العربي ومشاركاتي الداخلية والدولية، فالحمد لله كانت يعني الشرف أن الواحد يشارك في مثل هذا المعرض. لاقى المعرض إقبالا كبيرا من الحضور المهتمين بالفنون التشكيلية. إذا مشاهدينا، للتفاصيل أكثر حول المعرض معنا في الاستوديو ضيفنا الأستاذ عامر السعد، المصور الفوتوغرافي. مساء الخير عامر. مساء النور، شكرا لك رني. يعطيك العافية. وبداية، كيف كان المعرض؟ كيف كانت الأجواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أول شيء أشكر روتانا خليجية على إتاحة الفرصة لي للكلام عن المعرض والدعمكم المتواصل للفنانين. المعرض بيهانس الرياض السادس هو، أول شيء بتكلم عن بيهانس. هو بيهانس موقع على الإنترنت يهتم بالفنون البصرية بشكل عام. موقع تابع لشركة أدوبي، كلنا نعرف شركة أدوبي كفنانين ومصورين، ما نستغني عن برامجهم اللي هي الفوتوشوب، لايت روم، الإلستريتور. معلش، مو مشكلة مشاهدينا، لكن مشاهدينا على بال طبعا إن شاء الله ما يجهز عامر اللي صاير. طيب، إن ما شاء الله هو من الفنانين اللي أنا كنت أقلها من شوي، يعني أنت تشتغل تقريبا بورتريه مو صورة، فبنتكلم أكثر، لكن خلنا نرجع الآن للمعرض. طيب، المعذرة. سايلنت خلاص؟ إيه سايلنت. بيهانس هو يعمل، هو يعني الفرق بينه وبين المعارض وبين المواقع الثانية أنه يسوي ملتقى كل 6 شهور في السنة مرتين على جميع مستوى، على جميع دول العالم، من ضمنها بيهانس الرياض، واللي تقوم على تنظيمها شركة نثار بقيادة الأستاذة ريوف الرميح. كان تنظيم مرة جميل. البيهانس يتكلم عن الفنون البصرية بشكل عام، التصوير الفوتوغرافي، الديجيتال آرت، الرسم، الخط العربي، الفنون بأشكالها مختلفة، لكن هذه المرة جمعتوا 10 أنواع من الفنون. هو كان يتكلم عن بعض الفنون يعني في ملتقيات، لكن هذا الملتقى بالذات الاختلاف اللي صار إنه جمع 10 فنون مختلفة. طيب، وبالنسبة للمعرض يعني ما شاء الله مثل ما ذكرت كل هالمجموعة قائمة على التحضير، لكن المعرض كان يوم واحد، يعني في تساؤل لما كان مثلا أكثر أو وقت أكثر على الأقل؟ أحيانا هو لأن بيهانس هي تفرض هذا الشيء، لأن هو يصير يوم واحد فقط، فلازم كمنظمين في كل دول العالم يلتزمون بهذا الشيء. زي الجايد او شيء معين هي تفرضه بهانس على هذا الشيء. فكره جميله عموما، لانه يصير في يعني الحضور امس كان اقبال جدا رائع جميل، يعني الصاله كانت مكتظه،
فهذا أتوقع جاء من 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 إنه يوم واحد يعني. طيب وبالنسبة للمتحدثين يعني كان في أكثر من متحدث وكان في أسماء يعني بحسب البعض إنها لفتت الانتباه، إيش أكثر المواضيع اللي تكلمتوا فيها وأيضا بالنسبة لك من اللي لفت انتباهك كمتحدث؟ طيب بالنسبة للمتحدثين أنا أول شيء صراحة يعني عجبت فيه من المتحدثين إنه كلنا قاعدين نتشارك تجربة معينة، تجربة نجاح معينة تعتمد على جهود ذاتية في الغالب. إحنا كفنانين شباب يعني نادر ما نلقى الدعم اللي خلينا نبرز هذه يعني خلي عملنا يوصل للناس مثلا. فكانوا كان هذا يعني كان هذا الموضوع المشترك تقريبا في بداية كل فنان. لفت انتباهي أسماء كثيرة صراحة، سارة الودعاني الميك اب ارتست، احمد رباط الديجيتال ارتست، استاذ عمار المحمود الخطاط العربي فنان، كثير انا عجبوني صراحة. طبعا ما شاء الله كلهم فنانين ورائعين وان شاء الله نستضيفهم في سيدتي، لكن عامر ما شاء الله انت يعني لوحاتك مميزه، مشاهدينا اللوحه تحسسك ان تطلع على ما شاء الله مستوى عالمي واكثر، صوره جميله جدا وكل صوره تقريبا حكايه مختلفه. قلت لك في البدايه هذا ممكن نسميه بورتري، قلت لي لا هذا فاين ارت فوتوغرافي. صحيح. حدثنا عن الفن اللي انت تسويه عامر. طيب الفاين ارت فوتوغرافي وايش اختلافه عن البورتري العادي؟ الفاين ارت فوتوغرافي انا دائما اشبه وحتى امس قلتها في الكلام، الفاين ارت فوتوغرافي زي المسرح يعني يعتمد على فنون كثيره، على عناصر كثيره لازم تكون في الصوره، الاضاءه الثيم الديكور الميك اب الشعر، هذه لازم عناصر تتوفر في الصوره علشان يطلع اسمها فاين ارت فوتوغرافي. البورتري احيانا ما يدخل فيه الديكور مثلا، ما يدخل فيه مثلا الميك اب مثلا، الأداء حق الشخص نفسه ما يدخل فيه. فأنا كذا أقول دائما أن الفاين آرت فوتوغرافي الصورة هي شريحة من كأنك قاعد تحضر مسرح، يعني إذا ما تكونت فيها العناصر كاملة ما تسمى فاين آرت فوتوغرافي. طيب بالنسبة للصور اللي قدامنا مثلا على الشاشة، خلنا نقول نثبت على هذه الصورة بالله هي جاليري، هذه الصورة مثلا شو العناصر اللي استخدمتها في هذه الصورة؟ طيب هذه كانت فكرتها أني أنا أبي أسوي ثيم أو صورة معينة تبين أن الشخص يعني كدمية مثلا. أنا يعني ما أعرف كيف جاني كدمية شيء جميل أو فاعتمد كثير على الموديل. أول شيء اختيار الموديل هو هذا برضو فن، لازم المصور هو يكون عارف الموديل، لازم تناسب الثيم حقه. فكان اعتمادي على الصورة أني ألقى موديل يكون ملامحها شكلها بريئة بحيث أنها لما تشوفها تقول هذه الدمية. العناصر الألوان اللي استخدمتها في الديكور، البينك الفاتح، الأبيض في الفستان، الاكسسوارات اللي استخدمتها في الثيم، هذه كلها عناصر يعني حاولت أني أبين الشخص اللي في الصورة أنه يبان في الأخير دمية، والحمد لله يعني كانت يعني جميلة جدا. طب عادة فكرة الصورة يعني بداية، خليني أسألك من متى تقريبا تشتغل هذا النوع من الفنون؟ هذا النوع من الفنون أنا تقريبا أنا بديت أصور من 10 سنوات تقريبا، بس في الفاين آرت فوتوغرافي تقريبا من 3 سنوات وجاي. إحنا إذا بنتكلم عن فاين آرت فوتوغرافي هو لازم يطلع مع 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 الفاشن عندنا، يعني تقريبا إذا أنت بتتكلمين عن الفاشن في السعودية أو نعرفه كفاشن من 3 سنوات وجاي بدينا نسمع فيه، نهتم فيه بشكل صار تحت الضوء أكثر. قصدك أكيد إيه أكيد، لأن الفاشن ضروري يكون مع الفاين آرت فوتوغرافي، هم أصلا في خط واحد. طب طالما تكلمت عن الفاشن، عندنا مشكلة خلنا نسميها بالنسبة للمصورين مصممي ومصممات الأزياء، قليل جدا يكون في مودلز، وإذا كان في الاحتراف صحيح كيف تتصرف مع هالمشكلة؟ صحيح أحيانا هذه أكثر مشكلة نعاني فيها من إذا جينا نصور مثلا منتج معين أو المصممة، نعاني من اختيار المودل، حتى أحيانا نضطر أننا يعني نختار موديل ما تكون مناسبة مثلا للثيم أو وفي يعني في المقابل في يعني في مودلز ما لهم خبره بس في نفس الوقت لها حضور في اللوكيشن في موقع التصوير، فهذا مزج بيطلع مواهب. احنا نقول ان شاء الله يا رب في المستقبل يكون في مودلز على مستوى احترافي، لكن في الايام هذه فيه لكن مو بشكل احترافي، مو بمقاييس عالميه يعني. طب احنا عن نفسنا ما شاء الله معجبين بشغلك وحابينه، لكن بالنسبه للناس في اقبال؟ في فعلا، لان الصور اللي تاخذها حلوه وغريبه، يعني في اقبال كثير او مثلا ناس معينه او شريحه معينه هي اللي تحب هذه النوعيه من الصور؟ في المهتمين يعني في الناس اللي انا يمكن اواجه الفئه اللي يمكن تعارض احيانا
الصورة أكثر من اللي توافق، لكن هو في الأخير الشخص اللي يعرف الفاين آرت فوتوغرافي، اللي يعرف العناصر اللي تستخدم في الصورة، الجهد اللي ينوخذ وراء الكاميرا، أكيد أنه بيقدر هذا المجهود. وفي الأخير أهم شيء أنا في فكرة في بالي أحب أطرحها، بالعكس تلاقي يعني طيب خلنا نعيش الجو أكثر. بناخذ صورة، جاتك الموديل مثلا أو وابتدينا بناخذ جلسة تصوير، شو الإجراءات اللي تصير وتقريبا كم تاخذ معك وقت؟ طيب زي الصورة اللي شفناها اللي حكينا عنها الدمية على سبيل المثال، أخذت تجهيز شهر كامل كفكرة، كلوكيشن، كديكور. أحيانا يعني هي على حسب الفكرة وعلى حسب الكونسبت اللي احنا بنطلع فيه من الصورة. أحيانا ياخذ شهر، أحيانا ياخذ أسبوع. دائما في يعني في مصورين يركزون على وقت التصوير، ياخذ منهم مثلا نص يوم تصوير. انا عن نفسي لا، انا في وقت التصوير احيانا يعني اكثر تصوير ياخذ معي يمكن 4 ساعات أو 5 ساعات الجلسه، بس الجلسه، لكن الكلام كله ما قبل التصوير، هذا ايش اللي راح يصير، ايش الصوره اللي راح نطلع. التحدي بشكل كبير انا اواجهه شخصيا، واللي اشوف فيه متعه اني اذا انا شفت في فكره في بالي او صوره في بالي طرت، التحدي الكبير انك كيف تفرضها على ارض الواقع. احيانا يعني توصل مرحله انك توصل 80% 70% من اللي انت قاعد تشوفه، فتبدا تاجل التصوير علشان لا انا ابغى اوصل 100%، انا في هنا شيء في بالي لسه ما جاء. انا كثير اشتغلت على صور كانت يعني مشاريع شخصيه، بنيت الست كامل، بنيت الثيم كامل، بس في الاخير فكيتها وما صورت، ما صورتها، كنسلتها لانه ما وصل للي في بالي لسه للحين. ما شاء الله واضح عندك هذا التحدي، عندك شغف يعني باشن او حب لهذا المجال. أكيد أكيد. وين ان شاء الله او وين تتخيل مستقبلك عامر؟ والله ما اعرف، انا كل يوم حقيقه يعني انا كل يوم اشوف نفسي في مكان يعني غير عن المكان اللي انا فيه امس. هذا شيء بحد ذاته، انا احب الغموض، هذا الغموض المستقبلي. ما اعرف وين بكون بكره، لكن احاول اركز على الحين، اشتغل على الحين. ممتاز. هذه اللحظه هي اللي تهمني، اللي بكره انا مستمتع في انه لسه ما اعرفه. ان شاء الله يا رب يكون الغامض هذا الجاي احلى بكثير. أكيد. عامر السعد مصور فوتوغرافي، شكرا جزيلا على حضورك. تحياتنا طبعا لكل فريق العمل اللي قام طبعا على هذا المعرض او على هذا الملتقى، ومشاهدينا مستمرين لكن بعد الفاصل. شكرا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، كيفية تعديل السلوك عن طريق خط اليد.